روح لبريطانيا، لأن هناك تحديدا في مجموعة من المهندسين طوروا وابتكروا طيارة بدون طيار. الطيارة دي بتستخدم في مجالات البحث العلمي وأغراض البحث العلمي تحديدا. الطيارة دي بتقدر إن هي تقوم بمهام استثنائية، بتطير في الجو، كمان بتمشي على المية وبتغوص في قاع المحيطات علشان تجمع البيانات وتجمع الصور من أي مكان بيصعب على الباحثين ان هم يوصلوا لهذه المعلومات من خلال يعني الاماكن الوعره اللي بتبقى موجوده يعني. مجموعه من العلماء والمهندسين في لندن ابتكروا طياره بدون طيار. لحد هنا وممكن نستقبل الخبر ونشوفه انه عادي وما فيهوش اي جديد، لكن العلماء والمهندسين دول ابتكروا نظام طيارة عبارة عن رابط مزدوج اسمه ميدوسا، بيقدر يطير في الهواء وبيهبط على المية علشان يجمع العينات اللي بيتم استخدامها في الدراسات العلمية. الطيارة دي ممكن تقف على المية وممكن كمان تنزل في قاع البحار والمحيطات، خصوصاً المحيطات اللي البيئة بتاعتها صعب الوصول ليها. المهندسين اللي ابتكروا الطيارة دي قالوا كمان إنها تقدر تقيس مياه البحيرة وبتبحث عن علامات الكائنات الحية الدقيقة اللي ممكن تشكل مخاطر على صحة الإنسان. ده غير إنها في المستقبل هيكون ليها استخدامات تانية زي رصد أدلة المناخ والتعرف على التغيرات في درجات الحرارة في بحار القطب الشمالي. كمان الطيارة دي بيتم تشغيلها عن طريق 6 محركات متعددة، وبيتم التحكم فيها عن بعد من خلال شفرات فردية مولدة للرفع. ده غير إنها ممكن تسافر لمسافات طويلة وتحلق فوق العوائق، وكمان بتعمل مناورات عبر التضاريس الصعبة. قدرة الطيارة دي هتكون فريدة واستثنائية، وهتقدر توصل لأماكن صعبة، وهتجمع الصور والعينات والمقاييس المائية اللي ما بتتقدرش بتمن في عالم بحوث البيئة والمية. ده غير إنها هتدعم فهم العلماء المتخصصين في المناخ علشان يحللوا الظواهر الجوية بطريقة مختلفة وجديدة عن الطرق العادية.